عسلامة، مرحبا بكم في كويزينوسا. اليوم باش نعمل حاجة خفيفة في العشاء، باش نعمل كابيسانتي في الفور غراتيني. الكابيسانتي هو نوع متاع بابوش، نورمالمون هكايا هاو، هذه هي الكوكياج متاعو. فهمتوا، يقولولو سان جاك، اسمه سان جاك بالفرنسي، لهنا في إيطاليا يقولولو الكابيسانتي. بيه طاو باش نعمل بيه غسيت سهلة، ما تشدش اليد بالكل بالكل وبنينة. بيه كان تتفكروا المرة اللي فاتت وقت اللي عملت الحوت، قعد ماك الخليط اللي عملته على الفوق الحوت من فوق باش يجي غراتيني، قلت لكم نجمو نكونسيرفيوه 3-4 جور في الجدار. انا مازال عندي، هاني جبدته طاو باش نستعمله باش ما يطيشليش. باش نعاود نذكركم شنو حطيت فيه بالضبط. انا هذايا فيه الشابلور، حطيت شابلور، حطيت معدنوس، حطيت الحشيش اللي هي ميرامية والزعتر وكان فما كليل ملحي وكل شيء، فلفلك حلو ملح، حطيت فيه سنينة ثوم قشرتها وحطيتها، وهذا شنو في وزيت زيتونة، في زيت زيت زيتونة. انا المرة اللي فاتت ما حطيتش فيه البارميجانو، اليوم باش نزيدو كان شوية بارميجانو. اللي حطيتهم اللي قلت لكم عليهم هذوما الكل حطيتهم في الروبو ورحيتهم مليح مليح باش يولي لي هكاي سابلي. اها فهمتوا، انا هذايا باش نزيدو توا كان شويه بارميجانو. تحبوا ما تزيدوش ما تزيدوش، اما هو راهو يبنن بالدي بالدي البابوشه اللي باش نطيبو توا. هذوما انا ديجا معناها قبل شريت البابوش ديجا بالكوكي نتاعو، والكوكي ما طيشتهاش، استعملتها قعدت نستعمل فيها ديما، كل ما نطيب فيها نغسلها مليح مليح، نفخهم في الماء، نغسلهم مليح مليح ونشيحهم ونعاود نخبيهم، خاطر لهنا هذم يتباعوا وحدهم. انا شريتهم مره هكايا وطيبت فيهم ومن بعد استعملتهم، قعدت نستعمل فيهم برشا مرات. باهي توا باش ناخو اكل كعبات بابوش، نحط في كل وحده نحط كعيبه، والكعبات الكبار نحط فيهم كيف ظني، نحط فيهم كعيبتي هذوما مثلا هكايا، انتي والكبرى نتاع البابوشه هكايا هكايا. فما برشا دي غوسيت اخرين يجيو بالبابوشة هذايا، راهم بنين برشا، تا كل مرة نعمل حاجة نوريها لكم. لهنا ناخد اكل البريباراسيون اللي عملتها بالشابلور واللفاح والمعدنوس والثوم ريحتها فاوحة على الاخر، وتجيب لكدا بلكدا مع الحوت مع البابوش مع سيغتو مع معناها مع البواسون مع توسكي، معناها حاجات نتاع بحر دي فخي دماغ وكل شيء. نحطوهم هكا نغطيوهم، نتوما تتحكموا معناها في الكونتيتي فوق كل كعبة باش ما تقعدوش ناقصين ولا فهمتو. باهي انا لهنا كملت حطيت الكعبات الكل، عبيتهم بك بالشابلور المفوح. توا شنو باش نعمل، باش نزيد عليهم رشة زيت هكا، كي تزيد كل واحدة شوية 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 زيت هكا هكا شوية شوية شوية. هكايا ونحطوهم في الفوق. انا حطيت الفور ديجا يسخن، نحطوهم على 200 دغري مدة 30 دقيقة بلوز او موا، حتى كي تراوهم احمر وهكايا ويتشتشو راهو سي بون راهم تابو. باه هوني الكابيسانتي نتاعنا حضر هاكا غراتيني بالكدا بالكدا، جاي مستحمر، قعد نصيف ساعة في الفور مقعدش برشا. حاجة جديدة وبنينة، جربوها ما تندموش. ان شاء الله غسيت تعجبكم، قولوا لي في لي كومونتير كان عجبتكم، جربتوها ولا ما جربتوهاش، وش هي الطيبه. صحه.